أعداد السياح الوافدين إلى اليونان هذا العام من المتوقع أن تحطم كل الأرقام القياسية. المعطيات تتحدث عن تكهنات بأن يصل العدد إلى 19 مليون، أي أكثر بمليون مقارنة مع موسم ما قبل الأزمة، والذي سيوفر مبلغ 13 مليار يورو للاقتصاد. التوقعات بأن يؤم سواد السياح العاصمة أثينا. رئيس اتحاد السياحة في اليونان يقول: هذه أخبار جيدة للغاية بالنسبة لمدينة أثينا الجميلة حقا، والتي عانت الكثير نتيجة المظاهرات والمشاكل الأمنية، مما أعطى صورة سيئة عن المدينة. بفضل القطاع السياحي ستتم إضافة حوالي 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال فصل الصيف وفقا لبنك اليونان الوطني، وهو ما يقلب اتجاه 6 سنوات من تراجع سوق العمل. السياح أيضا سعيدون. أعتقد أن الفنادق لائقة والمطاعم ممتازة، كما يقول هذا السائح الأمريكي. لم يكن أمرا جيدا أن نرى الأزمة المستمرة في اليونان. نعم، كانت هناك أسباب نقدية، ولكن هذا لا علاقة له مع الشعب أو البلد، كما يقول هذا السائح من هولندا. التعافي الاقتصادي اليوناني لا يزال هشا وغير راسخ الأسس، إذ يرجح أن لا يتعدى النمو وفق أكثر التوقعات تفاؤلا نسبة 1% في 2014، وذلك بعد 24 ربعا متواصلة من النمو السلبي.